التحالف الحكومي بطبيعة الحال ينزل بشخصيات موازنة مالية لا علاقة لها بالسياسة، لا علاقة بتدبير الشأن المحلي، ومواظبة تستعمل كل الوسائل من أجل الظفر بطبيعة الحال برئاسة الجهة هذا من حقه، ولكن ماشي من المنطقي أنه تكون منافسة غير متكافئة، لأن يعني الناس تنزل بالملايير، نازلين بالملايير. شنو قالي تنهضرو عليهم؟ هذه واحد الآفة أصابت المجتمع، وهي الخطر الذي يهدد الديمقراطية الآن، بحيث لا يعقل أن الحزب يجي الأول، التحالف هو الأول، وتصبح الرئاسة في التحالف اللي هو ثالث أو رابع وبفرق كبير. هاد الشنقة هو اللي قلنا ما يمكننا نضبطوها إلا بالقوانين، ولكن يمكن مازال الحاجة بهاد الشنقة، الله هو والشنقة راه موجودين في جميع المجالات، هما اللي كانت خصها ترفض الترشيح ديالهم. واضحة باينين لأنهم تيبداو دابا من البداية، من الإعداد تتبدا المسائل، كاين اللي من البداية تيعطي الفلوس وكذا وينزل مع المرشح اللي غادي يكون غدا ناجح باش يكون إلى جانبه باش ينقص المصاريف على راسه، ولهذا ما تعرضت له الغرف كارثة، واقعية ميمكنش ننكرو. بالنسبة للبلاغة ديالنا واضحة، حنا اليوم فواحد التحالف كاين حكومة كاين معارضة. الحكومة في البلاغة ديالها تبعتو أنه إيه كاين تحالف حكومي ولكن فاتحين على الجانب، المهم هي النتائج. التحالفات كلها مازال في بلادنا وفي إطار القوانين المعمول بها الآن صعيب أنها تكون تحالفات في وجود هاد الشناقة، صعيب. كاين اللي رغما عليه كقيادي تشاولوا الناس ديالو، لان الشناق اقوى من القرار السياسي. هذاك يقول لك يطردوه، كاين مشكل. حنا عطينا بعض الاليات انه يفقد المنصب ديالو الى شد التوجه الحزبي، الحكومه رفضات، هاد الثمن تنأديوه اليوم. بالنسبه لي له تيبيع ويشري وتيبقى في المنصب ديالو. حنا باش نزولوا هاد الافه شنو اقترحنا؟ مشات معنا وزاره الداخليه. ولكن في الاخير تقول لك الحريه الشخصيه والمجلس الدستوري يرفض ذلك. اذا ملي تنشوفوا هذه العمليه معناها مازال اراده ديال انه ما كاينش احترام ديال وجود الانسان داخل حزب سياسي معين. هذا الشيء يمكن نقولوا راجع للتكوين، التكوين يعني تطلب اعتمادات. ملي تنشوفوا ميزانيه الاحزاب والدعم اللي تيتعطى للاحزاب هي 0.10 سنتيم لكل منخرط داخل الحزب، 0.10 سنتيم لكل منخرط داخل الحزب، هذا هو الدعم ديال الدولة. يعني داك الشيء خطير جدا، ما كاين حتى في شي دولة ديمقراطية في العالم، ولكن في وسائل الإعلام والتهريج أن الأحزاب تستفيد من الملايير، مع العلم أنها ما تستفيدش حتى من السنتيمات، والأمور واضحة فيما بين أحزاب مساكن تيتقاتلوا باش يلقاو المصاريف اليوميه ديال الاداره ديالهم، وهادشي علاش ما كاينش الاداء كبير بحال الاحزاب في الدول الديمقراطيه. اسبانيا مثلا عن كل برلماني 3 مليون درهم، عن كل برلماني جاب المقعد ديالو تياخذ 3 مليون درهم. حنا كانوا تيهضروا عن كل برلماني 3 مليون سنتيم، يعني 100 برلماني مغربي هو برلماني اسباني، وهذا علاش الديمقراطيه في اسبانيا والاحزاب تسقط بالواجب ديالها، وهذا علاش كاين في المغرب واحد العزوف ديال الشباب، لان الشباب تطلب تكوين، تطلب لقاءات، مخيمات، انشطه يوميه، تطلب تكون عندك مقرات بكريه، العكريه ما يمكنلكش، كاين الاحزاب كلها تحكم عليها بالافراغات. الافراغات، لان بنادم يمكن تيكري في الانتخابات، ولكن تيشد داك الحوينته من بعد، دابا نهار 5 بزاف د المكاتب ما يصبحوا مشدودين. مواطن تيقول هذا المكتب محلول مشى لغد ليه، اذا هذا الحزب تيكذب علينا، وهنا فين بداو الناس يفقدوا الثقه. السؤال الثاني هو 1,200,000 تسجلات في هذه المده تقريبا، والمده السابقه شحال ديال الوقت؟ 3 شهور عمل شحال تسجل؟ المهم كاين تساؤلات عديده، ولهذا حنا ماشي تنطعنوا في العمل، تنبهوا، تنصيفطوا رسائل، تنقولوا الحكومه، رئيس الحكومه
جيتي من بعد الانتخابات المهنيه وقلتي لنا انت هل تحكم في المغرب؟ واش التحكم كان عندك هو انت ترأس اللجنه ديال الانتخابات؟ صافي ترأسي انت، انتهى التحكم. وزاد وقال انه انتهى ان وزير الداخليه يجلس الى جانبه الوزير الاول، اذا رئيس الحكومه، والى جانبه وزير الداخليه، انتهى التحكم. شوف كيف بسط الامور السيد اللي هو مسؤول عن واحد المسلسل، عند واحد العمليه مقدسه بالنسبه الينا في حزب الاستقلال، هي العمليه الانتخابيه.